صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 59 لسنة 2019 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة لدورة عمله السابعة. وجاء في الأمر الملكي أنه يعين عضوا بالمجلس الأعلى للمرأة كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، السيدة هالة محمد جابر الأنصاري، الشيخة زين بنت خالد آل خليفة، الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، القاضية معصومة عبد الرسول عيسى، الأستاذة دانا خميس الزياني، العميد منى علي عبد الرحيم، السيدة مريم أحمد جمعان، الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، السيدة أفنان راشد الزياني، الدكتورة هدى حسين المسقطي، الدكتورة صباح صالح الجنيد، الدكتورة سوزان عباس محمد، الدكتورة حورية عباس الديري، والسيدة هدى إبراهيم الشروقي. كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أمر ملكي رقم 60 لسنة 2019 بإعادة تعيين السيدة هالة محمد الأنصاري أمينا عاما للمجلس الأعلى للمرأة لمدة 3 سنوات وبذات الدرجة الوظيفية والمنصوص عليها في أمر إنشاء المجلس وتعديلاته.